اهلا، السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في قناتكم سعد ويب. خوكم سعيد في اليوم واحد فيديو حول موضوع العملات الرقميه. راح نهضروا على لونا، شنو هو كنشوف هذا البروجي هذا. راح نهضروا على العملات الرقميه، راح نهضروا على بعض الاشياء مهمه خاصنا نهضروا عليهم. مجال العملات الرقميه بصفه عامه ولا عليه بزاف اللغط ولا محل شكوك، وصعيب انك تدير منه الفلوس حاليا الا ما فهمتيش قوالب ديالو وما خديتيش الحيطه والحذر ومشيتي معاه جنب الحيط. الى حاولتي تغامر غتضيع. يعني حتى داكشي كاز القهوه كاز اتاي وجدوا بالمساله ديال الاندرو. هذا حاب نكون خوت بجديد. اول حاجه نهضروا على اللونه، حيت كنا قلنا هضره قبل ما تنطلق العمله، دابا ولات حاجه اخرى. ولات حاجه اخرى حيت ظهروا بعض المستجدات اللي كتخليك تقول شي هذا او البونه ولا كيفاش. اوكي، اولا خاصنا نشوفوا لونه في باينانس، حيت باينانس هي اللي عطاتنا الشارت ديال اللونه اكزاكت وبينت لينا اللونه على حقيقتها. هذه تيرا لونه جديده، هاي دابا حاليا واصله شحال، واصله ل 7 دولار ياك، واصله 7 دولار. ريسك ديال الفوتاليتي عاليه بزاف، الفولاتيليتي عاليه بزاف. كينصحوا كيحضرونا. شوفوا الاخوان معايا، شوفوا هذا هو الشارت، غنديرو وان داي. ملاحظتوش واحد الحاجه غريبه؟ ياب، هذه ماشي لونه جديده، هذه لونه قديمه، هذه هي اللونه اللي الناس ضاعوا فيها، واللونه اللي انت شريتي فيها وقال لك غنعوضوك في لونه جديده، عوضوك غير في لونه القديمه ياك. كيف شفت معايا، هي هذا هو الشارت ديال اللونه، ها هو وصل 100 دولار هنا فين طاحت الكراش. ها هي طاحت الكراش، وصلت لهنايا، وهنا فين بقينا كنتريديو ياك، هنا فين كنا كنتريديو حنايا، هنا فين كنا كنتريديو بوم 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 كنتسناوها امتى يجي داك 27 باش يديروا. ها هي واليوم ها هي طلعت، حنا كنتسناو لونه جديده انها تبدا في الشارت ديالها. لا همايا، غير هي لونه نيت، لونا نيت، فلوس توكن اللي كان عندنا في لونا حولوه لينا لونا كلاسيك، حيت لونا الكلاسيك هي جديده. لونا كلاسيك تيرا، هي كلشي عندي هنايا في هذه. هذه هي لونا جديده، هاد لونا تيرا كلاسيك هي لونا جديده، هذه هي لونا جديده. غنشوفوا الشارت ديالها جديد، ها هو الشارت ديالها جديد. نهار تحبس تريدين راه ما تحبسش وتعاود تستأنف، لا راه ديك فاش تحبس التريدين دارو كيف ما كنقول لهم زاغوفيتش، وحنا عاد بالنا راه التوكن عندنا في لونا العاديه، ولكن حنا راه بدلوا لينا لهاد لونا كلاسيك اللي هي لونا جديده. تيرا كلاسيك راه ماشي لونا القديمه، لونا الاصليه هي هذه، هي دابا اللي وصلت، دابا وصلت 7 دولار. تيرا كلاسيك هي العمله الجديده اللي وهمونا انها لونا القديمه، لذلك داكشي اللي قلت لكم ان لونا كلاسيك ملي غادي تراه غادي تعاود ترجع ما يخليوهاش تموت، لا راه لونا بصفه عامه البروجي ديال تيرا مات، تيرا از ديد، صافي حتى واحد ما يبقى يثيق في هذا البروجي هذا وفي هذا الجنوس هذا، حتى واحد ما يبقى يثيق. اي واحد كيفك انه يستثمر غتضيع فلوسك، حيت هاد اللونه هادي ما توقعش غتفوت حتى 20 دولار، شي 10 دولار ما غتفوتهاش. هاد اللونه هادي اللي كتشوفها غتعاود طيح، وهاد الطيره هادي غتطيح، والمشروع ديال الطيره بصفه عامه غادي يطيح، وحتى انشور بروتوكول الاي ان سي، فين هو الاي ان سي، واحد المشروع حتى هويا ما تستثمروش فيها الاخوان. الاي ان سي هذا كنت كنتوقع عليه انه غادي يحقق واحد الارباح مزيانين، هذا الاي ان سي، حيت هو ضمن المشروع ديال تيرا كيخدم على الفارمين ستيكين ياك. كنت كنتوقع انه يقدر يوصل حتى للدولار، غادي يعاود يطيح، ولكن فاش غتبدا تهز لونا غتعاود توصلوا حتى للدولار ويفوت دولار، يعاود يوصل المستويات اللي كان فيهما في البداية ياك، او كنا وصلت ل 2 دولار حتى هو غيطيح الاخوان، ما تستثمروش فيه. هادشي كامل كاع هاد السخط ديال تيرا غادي يموت صافي، حيت المشروع بلا ثقه ما كيبقاش
ما يزيدش لقدام. كيفاش كتوقع بانها الطيارة اللونة غتزيد لقدام؟ حنا فاكر الهضره هي وصلت دابا لستات سعود، داكشي غادي مازال طايح. كيفاش كتوقع مشروع غيزيد لقدام بلا ناس مآمنه بيه؟ ميمكنش ميمكنش. شنو هو بوحدهم غيبداو يطلعوا في البروجي؟ المهم انا قلت لكم الاخوان مشروع ديال الطيران نساوه، داك اللعيبه ديال زعما كاينه عوضناكم ديال 30% غير سكتوا بها بنادم، يعني عارفين بان المشروع مشى. هما يا شفروا بنادم، داو الفلوس، داروا زعما كاين راه باغيين نعاودوا النوضو، ولكن غير جيست باش يسكتوا بنادم. ديك اللعيبه ديال 30% فرقوها، لا تك لا لا تسمن ولا تغني من جوع. حتى واحد ما عوضوه حتى معرض ب 1% من الاستثمار ديالو. اش غنقول لكم؟ يعني داكشي داكشي بزاف والله. وحنايا كنهضروا هو الاي ان سي زادت طاحت. شوف 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 الاي ان سي، شوف الاي ان سي، شوف الاخوه الاي ان سي. وحنا كنهضروا شوف دور 15 دقيقه وحنا كنهضروا باقي الله كنهضر بحال كيسمعوا فيا. نشوف شوف شوف الطيحه اللي طاح. كاع المشاريع التابعه للطيرة ما تستثمرش فيهم. الاي ان سي لونا كلاسيك، لونا ما تستثمرش فيهم. اليو اس تي حتى هو المشروع مات، ما كاين حتى شي توضيح شنو هو المستقبل ديال اليو اس تي. اليو اس تي كانت واحد ستيبل كوين، حاليا واش غترجع؟ الا كانت غترجع عنده واحد الفرصه كبيره انك تحققوا منها فلوس، ولكن ما تتيحش لكم هذيك الفرصه حيت اليو اس تي صافي حيت ستيبل كوين حتى هي ماتت ما بقاتش. فاي حاجه لها علاقه بالطيره از ديد، صافي از ديد. الله يعاونهم الناس اللي عندهم ديك 30% باقيين مهولدين عند على اساس انها غتعاود، غير بيع. نصيحه، انا بعت في شحال بعت في قلف اين فوا فرقوا بعت وقال في 8.8 دولار بعت، ما جابت لي جابت لي شحال، جابت لي 49 دولار ولا ما عرفت شحال جابت لي، يعني واحد مهزلة والله مهزلة. المهم هذا هو ما يتعلق الامر بلونا، باش ما نطولوش الهضره. المختصر المفيد، الرؤيه ديالي حول مستقبل الطياره لونا، لونا از ديد. مشروع المشاريع ديالها كامله صافي ماتت، حتى ما غادي يبقى يثق فيها، توحد ما غادي يثق فيها لا دابا لا في المستقبل. العملات الرقميه واحد المجال ما كاين عليهم حتى شي حاسب ولا رقيب، اي واحد يقدر ينصب عليك، ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يحميك. بعكس ملي كنقولوا الاسهم، اللي كنقولوا كاين جهات كتراقب هذا الشيء هذا، وهذا الشيء اللي كيخلي الاسهم ما كيطلعوش بواحد الوتيره بحال الصخ ديال العملات الرقميه. العملات الرقميه تقدر في نهار يطلع بواحد 50 يهبط بواحد 50 عادي، بعكس الاسهم كتلقاهم داكشي بحدود المعقول. الا طلع كتلقى 4% هذا، الا دارت واحد البامب كتلقى واحد 4%. هادشي علاش كتلقى ان الخساره في الاسهم كتكونش كبيره، بعكس العملات الرقميه الا كانت واحد البامب كتخسرك بزاف الفلوس. وفي نفس الوقت عفوا الا كانت واحد الدامب كتخسرك بزاف الفلوس، وفي نفس الوقت الا كانت واحد البامب راه كتربحك بزاف الفلوس. لذلك كونوا حريصين في هذا المجال هذا، وسيروا جنب الحيط. كيفاش غتمشيو جنب الحيط؟ انا نقول لكم هذا هو الموضوع ديال الموضوع اللي نهضروا فيه من بعد التيرا لونا. اوكي صدوا علينا التيرا لونا، بقيتش كندير ثقه في العملات الرقميه، ما بقاتش عندي فكره ديال المضاربه يوميه في العملات الرقميه. المضاربه اليوميه قدروا نقولوا كاينه في الاسهم، تقدر دير مضاربه اليوميه، لكن المضاربه اليوميه في العملات الرقميه واحد الريسك خطير بزاف، حيت ما كاين ما بقات كتحتكم حتى شي منطق على العملات الرقميه، لا منطق لا قانون لا قاعده لا حتى شي حاجه. اي حاجه بعيد على الخيال توقع بشكل عادي في العملات الرقميه. لذلك الناس الجداد دائما كنصحكم بداو تعلموا الاستراتيجيه ديالكم بواحد المبلغ قليل بزاف، 20 دولار بدا تعلم بها، شوف فين غتوصلها. ملي تلقى استراتيجيه زوينه حاول تانفيستي واحد المبلغ اكثر، ولكن ما تامنش بها على المدى البعيد. دائما خليك حريص بزاف. كيف تبقى حريص؟ ستوب لوز، رجعوا الباينانس مثلا، شوف هذه العمله هذه ياك، ستوب لوز، خدم بستوب لوز، تفوت واحد النسبه خرج فلوسك صافي اخويا، حبس حبس حبس. شوف هذه علاش طلعت وعلاش هبطت. كاين ليميت وكاين الماركت وكاين ستوب ليميت وكاين الايكو. هذه ليميت عاديه كتشوف كتحط المبلغ اللي باغي تشري عليه ولا اللي باغي تبيع فيه، ها هو، وكدير كتحط الاوردر ديالك. حنا نهضروا على ستوب ليميت، يعني باغي تبيع فيه. انا كنقولوا مثلا امتى بغيت ندير واحد ستوب ليميت، مثلا
الا شريت مثلا ب 5 دولار ان فوا توصل 4.9 دولار اعطيني واحد الاوردر توصل 1.8 بيع ليا خرج ليا فلوس يا اخو. اللهم هاد الخساره ولا نصدق العمله طيح ليا ما عرفت فين. كاين عاوتاني الايكو. الايكو هو احسن كاع. انا كنقول لها الايكو المهم انا كنقولها الايكو هي اللي سميتها الاوسيو فهمتيني. انا راه صافي انا راه دايما كنقولها الايكو مع راسي كنقولها الايكو. المهم الاوسيو يعني كاين اللي كيلاحظ هاد المسائل هادو كيبغي انا انتقل الاسماء بمسمياتها فانا كنعتذر. سميتها الاوسيو انا كنبقى نقولها مع بيني وبين راسي الايكو. دابا الاختصار ديالها وهو وان كانسل ذا اذر. وحده كتلغي الاخرى. اون فوا السعر كيوصل داكشي اللي محددتي هي اما فواحد المستوى طالع ولا فواحد المستوى منخفض كيخرج لك الارباح ديالك اولا توقف لك الخساره. البرايس هو المبلغ اللي ممكن تبيع عليه تيكون مرتفع لو وصلت ليه العمله. وات ستوب ليميت هي مبلغ اللي كتوقف عليه الخساره. مثلا انا شريت ب 5 دولار غنقول لي توصل لي ل 6 دولار بيع، ولكن الا هبطات العمله ل 4.9 اعطيني كري لي اوردر ديال البيع. توصل 4.8 ولا مثلا 0.85 صافي خرج لي فلوسي بيع لي بهذا المبلغ هذا. اون فوا توصل 6 دولار اي مبلغ وصل الشارط وصل ليه هو الاول كيخرجو وكيكانسل لك الاوردر الاخر كيلغي لك الاوردر الاخر. الا وصلت ل 6 دولار هي الاولى يخرج لك فلوسك. الا هبطات العمله وقاست لهاد 4.85 ولا 4.9 كيوقف لك الخساره وكيخرج لك كيخرج لك فلوسك بواحد الخساره وتتحمل انت مسؤوليه الخساره. المهم هذا هو ستوب ليميت الاخوان دائما خدموا به وايضا استغلوا الفرص. هاد الدومين ولا كيعتمد بالاساس على الصبر. صبر سيمانه صبر شهرين صبر المهم شي شهرين صبر سيمانه صبر جوج المهم حتى تشوف الاوضاع تازمت ديك الساعه غتشري. باش غتشري غتشري وقف الخساره حيت تقدر الاوضاع تازم وتزيد تازم. المهم البيتكوين راه غادي يطيح. هاد المرحله كامله انا ديجا شاري وخرج الارباح ديالي وما بغيتش نعاود نستثمر حيت خرجت بواحد الارباح قلت اخويا الحمد لله بهاد الارباح هادو ما بغيتش نعاود نستثمر حتى يطرا كراش. ها هو اليوم نيت انا كنهضر معكم في هذه اللحظه هذه قبل ما نبدا التصوير ما كانش طاري هذا الكراش هذا. ها هو دابا البيتكوين هبطات دابا بزاف د العملات دابا غادي يهبطوا. البيتكوين هبط غير بواحد العملات الاخرين يهبطوا ب 15% 20% عادي جدا خصوصا العملات اللي كتكون عندهم واحد الماركت كاب عالي. قد ما كانت الماركت كاب عاليه قد ما العمله كطيح بواحد النسب كبار، لكن اللي كانت الماركت كاب قليله اكيد ما تاثرش بزاف هذيك العمله داكوغ. داكشي علاش ملي كنشوفو ملي كطيح البيتكوين بواحد المساله بسيطه كاع العملات عندهم واحد الماركت كاب عاليه كيطيحوا بواحد الشكل خايب بزاف. مثال على دوك العملات اللي كان عندهم كتكون فيهم دخل سيوله بحال حاليا دابا تيرا لونا بحال الانسي هادوك كاملين غيطيحوا بواحد المستوى مرعب. تسنى حتى طرا واحد الكراش وما تبيع ما تشري حتى تشوف استقرت الاوضاع بواحد المساله وعاد باش تقدر انك تشري حيت ما توقعش الكراش امتى غتنتهي. خير مثال الكراش اللي طرا مؤخرا المستويات طاحوا كاينين عملات اللي وصلوا 50% خساره 90% خساره. وفقط للعلم ملي كنقولوا خساره 90% راه ماشي هي الربح 90% ملي كنقولوا ربح ديال 90% تقدر تربح ضعف مثلا قل من ضعف بواحد شويه. ملي كنقولوا خساره 90% تقدر توصل حتى الخمسه سته الاضعاف حيت الخساره دائما ملي كنقولوا مثلا خساره 99% راه ما كتعنيش انك كانت عندك واحد 100 دولار ولا 50 لا تقدر 100 دولار ولا 1 دولار هذه خساره ديال 99%. بحال دابا تيرا لونا هي كانت 100 دولار وصلت لسنتات ومكتوبه 99% غتوصل 100% ملي غتولي الزيرو هذه هي الخساره كتحسب بحال ما هكا. المهم الاخوان اللي بغيت نقول لكم ان دائما العمله الرقميه حاليا ولاو باغيين الصبر. الصبر ماشي على امتى تبيع ولا امتى تشري. الصبر وانت عندك فلوسك وانت صابر عليهم الوقت المناسب اللي غتانفيستي فيه. ما تبقاوش تخاطروا في الهاي ما تبقاوش. البيتكوين كانت في 25 دولار 26 دولار طلعت ل 30 دولار وبقات مستقره. ما تغامرش وتستثمر ولا تضارب في هذه المنطقه هذه حيت هذه الهاي. في اي لحظه البيتكوين يهبط غير بواحد 1% 2%
العملات البديله كاملين غادي ينهاروا وتزاق مع راتي راس بحال الخساره انت كنت في غنى عنها. حتى تشوف البيتكوين سكمل من هذاك الهاي اللي فيه هو وطرا واحد الدامب. هذيك الدامب هي اللي تبدا تداول فيها حيت دائما كتكون بحد الشكل ونسبه كبر توصل حتى ل 70% 80% كتعود عليك بارباح ماشي بحال الا كنتي كتضارب في الهاي. الا كنتي كتضارب في الهاي مثلا نديرو ساعه مثلا هاي العمله كانت هنايا وصلت لهنايا ما ديرش ما تبقاش تضارب هنايا راه فيك تقدر دير ارباح ولكن انت كتوقع السوق ما توقعش السوق وما توقعش امتى غيطيح. هو طاح هنايا طاح قدر انت فيك تضارب هنا يطيح هنايا وهنا كتعرض راسك للريسك. لذلك خليه حتى يطيح على خاطرك ويوصل لواحد المستويات منخفضه هذيك الساعه بدا الضرب. حيت ملي قلنا هنايا بديتي كتضارب فواحد المستويات منخفضه راه عندك واحد الفرصه انك تحقق ارباح ديال 70% 80%. الا كنتي كتضارب انك في هاد الهاي هادي وصلت لواحد القيمه وكنت كتضارب فيها واخا فيها ارباح ولكن النسب ديال الخساره تقدر توصل حتى 70% 60%. اكيد ستوب لوز يشرح حتى لك كتكالي عليك شويه السعره ولكن انت فغينا عنها. علاش انت اصلا غتضارب؟ داكشي علاش قلت لك الصبر دابا هو اساس الفرج في هذا الشيء ديال العملات الرقميه. دائما صبروا الاخوان حتى ترى شي كراش هذيك الساعه دخلوا رزقكم في السوق حيت ولاو تلعبات بزاف هذا الدومين هذا والحيته اللي شادين السوق كيتحكموا فيه وقت ما بغاو يبيعوا وقت ما بغاو يشريوا كيستغلوا الظروف باش يصرفوا على الناس وياخذوا لهم رزقهم. هاد الدومين هذا ولا اللي فقير كيزاد الفقر واللي غني كيزاد الغنى ديالو. داكشي علاش نتوما يسيروا جن بالحيط ما ديروش فيها مطورين ولا ما عرفتش باغيين شنو ديروا. لا الصبر هو كل شيء. بدا الضارب بدا دخل فلوسك فاش تلقى واحد الانهيار. اللهم اني بلغت اللهم فجهد. هادشي اللي كان في الفيديو اليوم الاخوان هذه نصيحه ودردشه اللي بغيت ندردش معكم حول هذه المساله هذه ديال العملات الرقميه. كيف ما قلت لكم المجال دائما كيحتكم متغيرات خاصنا حنا نتماشاو مع هاد المتغيرات هادو. حاليا السوق كنشوفو خطير جدا وغادي يزيد ويصعب. داكشي علاش نتوما طوروا المناعه ديالكم وعرفوا كيفاش تخرجوا الفلوس من هاد السخط هذا حيت ولا غادي كيصعب. نتمنى تكونوا استفدتوا ولا استفدتوا ما تنساوناش بواحد لايك اشتراك في القناه باش تصوم دائما الجديد. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي والله يعاون.